سلسلة الفوائد الصحية للأغذية الشائعة الزنجبيل جينجر. الزنجبيل نبات عشبي ينتمي إلى الفصيلة الزنجبيلية، ويجمع بين كونه تابلاً شهياً وعلاجاً متميزاً ذا خصائص متعددة، حيث تستخدم رزومات النبات إما طازجة أو مجففة وبشكل مسحوق أو زيت أو عصير أيضاً. وهو بحسب المكتبة الوطنية للطب National Library of Medicine مستخدم بشكل واسع حول العالم، بدءاً من علاج فقدان الشهية وليس انتهاءً بعلاج الحروق الجلدية والدوار الصباحي، كما يعتبر منكهاً هاماً في الصناعات الغذائية وتابلاً في الطبخ ومعطراً في الصابون ومستحضرات التجميل. تاريخ الزنجبيل: استخدم الزنجبيل في الصين منذ أكثر من 2000 سنة كمساعد للهضم وعلاج لاضطرابات المعدة، وقد أشارت إحدى أهم المخطوطات السنسكريتية في الهند، والتي تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد تقريباً، إلى حساء مصنوع من اللحم والزنجبيل. هذا وقد صدر الزنجبيل من الهند إلى الإمبراطورية الرومانية منذ أكثر من 2000 عام، واستمرت تجارته في أوروبا حتى بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. وفي القرن السادس عشر بات ثمن الباوند الواحد، الذي يعادل ل 45% من الكيلوغرام من الزنجبيل في إنجلترا، يعادل ثمن خروف واحد. الفوائد العلاجية للزنجبيل: أما عن الدراسات العلمية حول الزنجبيل فنلخص هنا بعض استخداماته الحالية والمحتملة كعلاج طبي. التهاب الكولون: وجدت دراسة أجريت في كلية الطب بجامعة ميشيغان University of Michigan Medical School أن مكملات جذور نبات الزنجبيل خففت من وسمات الالتهاب Inflammation Markers في الكولون لدى المتطوعين. وبحسب الخبراء فإن التهاب الكولون يزيد خطر الإصابة بسرطان الكولون، وبالمقابل فإن التقليل من الالتهابات يقلل من احتمال الإصابة. آلام العضلات الناتجة عن التمارين: تقول دراسة أجريت في جامعة جورجيا University of Georgia إن الاستخدام اليومي لمكملات الزنجبيل قد خفف من آلام العضلات الناتجة عن التمارين بنسبة 25%، وقد لوحظ الأثر المخفف للالتهاب ذاته سواء كان الزنجبيل طازجاً أو معرضاً لمعاملة حرارية، أي أنه لم يفقد فائدته بالحرارة. الغثيان الناتج عن العلاج الكيميائي للسرطان: وجد أن تناول مكملات الزنجبيل قبل العلاج الكيميائي للسرطان، وذلك بالترافق مع أدوية التقيؤ، يمكن أن يخفف من الغثيان الذي يحدثه العلاج الكيميائي بنسبة 40%، وذلك وفق دراسة أجريت في المركز الطبي لجامعة روشستر University of Rochester Medical Center على المرحلتين الثانية والثالثة من الإصابة بمرض السرطان. وبحسب الباحثة الرئيسية دكتور جولي رايان، فإن السبب في ذلك يعزى إلى خصائص الزنجبيل المضادة للالتهاب. سرطان المبيض (Ovarian Cancer): إن تعريض خلايا سرطان المبيض لمحلول من مسحوق الزنجبيل أدى إلى موتها بالكامل، وذلك إما بالموت الذاتي المبرمج (Apoptosis) أو بالبلعمة الذاتية (Autophagy)، أي أنها هاجمت نفسها بنفسها، إضافة إلى منع محلول الزنجبيل للخلايا من تكوين مقاومة تجاه علاجات السرطان الأخرى. هذا ما وجده الباحثون في المركز الشامل للسرطان في جامعة ميشيغان University of Michigan Comprehensive Cancer Center. أعراض الربو: أجرى فريق من الباحثين في جامعة كولومبيا University دراسة لتحديد أثر إضافة بعض مركبات الزنجبيل إلى أدوية الربو، ووجد أن هذه المركبات تعمل بشكل تآزري مع أدوية بي أغانست إيزوبروتورينول، مؤدية إلى انبساط العضلات الملساء في المجاري التنفسية، حيث جاء دمج هذه المركبات مع الدواء أكثر فعالية من استخدام الدواء بشكل منفرد. تضرر الكبد الناتج عن مركب الباراسيتامول: يرتبط هذا الدواء الشائع بارتفاع خطورة تسمم الكبد، وخاصة لدى المرضى الذين يعانون مسبقاً من أمراض الكبد. وقد وجد الباحثون في مركز الأبحاث الوطني في مصر National Research Center in Egypt أن الزنجبيل منع حدوث تضرر الكبد وخفف من الجهد التأكسدي بشكل مشابه لفيتامين إي. وعليه ينصح بتناول الزنجبيل مع أدوية الباراسيتامول، وخاصة من قبل مرضى الكبد أو عند تناول جرعات مرتفعة من هذا المركب. ارتفاع ضغط الدم:
بعد تجارب أجريت على الحيوانات المخبرية، وجد أن خلاصة الزنجبيل كانت أكثر فعالية في تخفيض ضغط الدم من مركب بارزوسين هيدروكلورايد المستعمل كخافض لضغط الدم. آلام الحيض ديسمنوريا painful menstruation. أجرى الباحثون في جامعة أزاد الإسلامية في إيران إسلاميك أزاد يونيفرسيتي تجربة على 70 امرأة قسمنا فيها إلى مجموعتين، مجموعة الزنجبيل ومجموعة التجربة الوهمية، فوجدوا أن حوالي 83% من النساء اللواتي تناولن الزنجبيل لاحظن تحسناً في ألم الحيض مقارنة بحوالي 47% فقط من مجموعة التجربة الوهمية. الشقيقة migraines. وجد أن فعالية مسحوق الزنجبيل في علاج الشقيقة كانت توازي فعالية دواء سوماتريبتن الشائع، وذلك في تجربة أجريت على 100 مشارك يعانون جميعاً من أعراض الشقيقة الحادة acute migraine غير المسبوقة بظاهرة الحس الشخصي الأورا. وقد وجدت هذه الدراسة المجرى في مشفى Valley ESR Hospital في إيران أن الآثار الجانبية للزنجبيل كانت أقل من نظيره الشائع سوماتريبتن. المخاطر والمحاذير: يتعارض الزنجبيل مع غيره من الأدوية العشبية أو الكيميائية، وذلك بحسب المركز الطبي في ماريلاند Maryland Medical Center، ولذلك فإنه من المهم التوجه إلى الطبيب المختص قبل البدء بتناول الزنجبيل أو مكملاته. ينصح أيضاً بعدم تناول الزنجبيل من قبل الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النسف Bleeding Disorders أو يتعاطون الأدوية المميعة للدم كالوارفرين أو الأسبرين. وعلى الرغم من ندرتها، تشمل الأعراض الجانبية للزنجبيل الإسهال وحرقة المعدة واضطرابها وتهيج الفم. إن الأورا أو ظاهرة الحس الشخصي Subjective Sensation هي ما يختبره المرء في بعض الحالات المرضية منبئاً ببدء إحدى نوبات هذه الحالة، على سبيل المثال الإحساس برؤية أضواء قوية قبل بدء نوبة الشقيقة أو الصرع أو غيرها. شكراً لحسن استماعكم.